بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس الأخير في سلسلة لي سيستيم دو نيميراسيون. إلا إذا درنا شي تمارين صحيح ديال التمارين أو امتحانات ديال ليستي إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنتكلمو على كونفيرسيون من ليكزاديسيمال لو ديسيمال، ومن بعد نتكلمو على شوية على سيستيم الكوداج. وهاد السيستيم ديال الكوداج ديال لي كولور يقدو يحتاجوه لي بروغرامور ولا لي ديزاينر. عندي le nombre 2, 3, A, au système hexadécimal. Je veux le convertir au système décimal. Et dans la méthode, c'est la même. A, la système hexadécimal, 0, 9, ou A, qui est 10, B, 11, ou A, qui est F. Et dans A, 10, fait 10, ou dans la base, les 16, la puissance 0, c'est la 3. Donc, on va faire 16, puissance 1, il y a 9 la puissance 1. La même chose, 2, on va faire 16, puissance 2. Il y a 2, 16 ou 2. Mais bien, on dit bien sûr, on va faire 16 ou 0, il y a 1. 1 fait 10, 10. 16 ou 1, il y a 16, fait 3, 48. 16 ou 2. كنعتقد هي 256. 256 في جوج هي 512. بس باقي عندي حساب وندير لا صوم ما بين هادو. 512 زائد 48 560 زائد 10 570. اذا العدد جوج 3 ا في ليكزاديسيمال هو 570 في الديسيمال. ان دوزيام اكزومبل va convertir العدد 1 5 اف دي. اذا دي شحال كيمثل قلنا في ديسيمال؟ ا 10، بي 11، سي 12، دي 13. اذا 13 في 16 و 0. اف هو 15 هو اخر كاركتير في الهكساديسيمال اللي هو 15. اذا 15 في 16 اس 1، 5 في 16 اس 2، 1 في 16 اس 3. وندير لا صوم ما بيناتهم. 16 أس 0 هي 1، 1 في 13، 13. 15 في 16 غتعطينا 240. 16 أس 2 هي 240، 240 في 5 1280. 16 أس 3 هي 4092 96 4096. وندير الجمع ما بين هاد الأعداد هادو فغنحصل على 4477. إذن 1 5 اف دي ليكزاديسيمال هو 4477 في الديسيمال. إذن كنتمنى الشرح يكون واضح. ندوز دابا للمساله ديال الكوداج دي كولور. فباش نكودي ان كولور كندير دييز وكنعطي السته ديال لي كاركتير هنا اف 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 اف. الوغ السته ديال الافات كتمثل لا كولور بلونش، و الى درنا السته الزيرويات كتمثل لا كولور نوار، وإذا درنا اف اف 4 زيرويات كتمثل لا كولور روج، وإذا درنا 00 اف اف 00 كتمثل لا كولور فيرت، وإذا درنا 00 00 اف اف كتمثل لا كولور بلو، وإذا درنا اف 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 00 كتمثل لا كولور جون. وحنا نوضحوا دابا منين جبناهم. لا بارتي الاولى اللي هي هاد اف اف، هاد اف اف الاولين كيمثلوا ليا النسبه ديال الاحمر اللي بغيتو يكون في لا كولور ديالي. هاد اف اف هذا النسبه ديال الخضر اللي بغيتو يكون في لا كولور ديالي، وهاد اف اف هذا النسبه ديال الزرق اللي بغيتها تكون في لا كولور ديالي. اذا اف اف هي لا فالور ماكسيموم. اذا بغيت الماكسيموم من الاحمر، وبغيت الماكسيموم من الخضر، وبغيت الماكسيموم من الزرق. واذا درتي الماكسيموم من هاد لي تخوا كولور كيعطيك البيض. اذا بغيتو تجربوها جربوها بالصباغه مثلا، خلط الاحمر مع الخضر مع الزرق ولكن خلطهم بدي كونتيتي قد قد وشوف راه يعطيك الابيض. اذا هاد لي تخوا كولور الا تخلطوا بنسب متساويه كيعطيونا الابيض. مزيان. الا خديت هنا مثلا في هذا، علاش قلنا بانه الاحمر هذا اللي الفوق هنايا؟ لان خديت غير اف اف هنا، يعني خديت الماكسيموم ديال الاحمر، وخديت 00 ديال الخضر، وخديت 00 ديال الزرق. اذا ما خديت حتى شي حاجه من الخضر وما خديت حتى شي حاجه من الزرق، خديت غير الماكسيموم ديال الاحمر. هادشي علاش عطاني لا كولور روج. هنايا خديت 00 من الاحمر، لاحظوا معايا في هذا البلاصه 00 من الاحمر، وهنا 00 من الازرق.
وخديت الماكسيموم من الخضر عطاني الخضر لا ميم شوز هنا خديت 0 من الاحمر 0 من الخضر والماكسيموم من الزرق فعطاني الزرق هو هنا منين جبت الصفر الصفر هو الماكسيموم ديال الاحمر مع الماكسيموم ديال الخضر الا خلطتي الاحمر مع الخضر كيعطيك صفر هو اللي كاين هنا اذا كتعطي في لي دو فالور الاولى بالنسبه لبغيتي ديال الاحمر وكتبدا من 00 حتى الاف اف اللي هي بالديسيمال من 0 حتى 255 راح شويه حنا نوضحوا هاد اف اف راهي 255 وكتاخذ في لي دو فالور الثانيين النسبه ديال الخضر وتا هي من 00 حتى الاف اف وكتاخذ في لي دو فالور الاخرين من 00 حتى الاف اف النسبه اللي بغيتي ديال الزرق الوغ قلت لكم بان النسب كتمشي من 0 حتى 255 في الديسيمال او من 00 حتى الاف اف في الهكساديسيمال الوغ 00 في الديسيمال راه هو 00 في الهكساديسيمال هذه واضحه دابا علاش اف اف راه هو 255 في الديسيمال احنا غنديرو التحويل اف اف ها هو كيساوي اش كيساوي اف هو 15 غنضربو فاش في 16 اس 0 وهاد اف هذا هو 15 غنضربو في 16 اس 1 هي هذه الطريقه باش كنحولو من الهكساديسيمال لديسيمال حنا تعلمنا في الاول ديال الفيديو اذا كنشد هاد الاف هذا ادغوات وكنضربو في 16 اس 0 ونشد الاف اللي حداه ونضربو في 16 اس 1 اذا غتكون هي 15 في 16 اس 1 زائد 15 في 16 اس 0 15 في 16 هي 240 و15 في 1 هنا 16 اس 0 هي 1 هي 15 وإذا جمعتي 240 و15 هي 255 إذا هذه القيمة هذه اف اف هي 255 هنا 255 هنا 255 إذا بغيتي تنقص الكمية ديال الأحمر ما غديرش اف اف هنا غدير مثلا قيمة أصغر منها غتكون محصورة بين 0 0 وما بين اف اف إذا درتي مثلا هنا 10 أو دير أ بي أ بي غتكون صغر 255 باينة ألوغ اف اف هي أكبر قيمة إكزاديسيمال مكونة من رقمين إذا بغيتي دابا 256 غيكون مكون هنا من ثلاثة ديال لي فالور ما يكونوش غير اف اف غيكونو ثلاثة ديال لي فالور إذا من صفر حتى 255 هي من 00 حتى اف اف وإذا بغيتي تيستي هاد المسألة جي لبينت مثلا دونك هنا غنسد هادشي ونجي لبينت هاهو غنحل بينت ونجي لهاد موديفي لي كولور شو هنا موديفي لي كولور وجي هنايا وها هما شوف غوج فيغ بلو هذا هو النظام ديال الكوداج ار جي بي فغندير هنايا مثلا 255 دابا كنخدمو بالديسيمال لاحظوا دات 255 ها هو حولوا ليا الاحمر لاحظوا الا دات هنا 255 حتى هو ها هو حولوا ليا الصفر هادشي اللي قلنا الا خلطتي الماكسيموم ديال الاحمر مع الماكسيموم ديال الخضر كيعطيك الصفر الا زدت الماكسيموم ديال الزرق اش يعطيني الابيض انتما كتلاحظوا ها هي ولات هنا بيضاء الى رجعت هذا زيرو ها هو خلط لي الخضر مع الزرق الماكسيموم الخضر مع الماكسيموم الزرق فعطاني هذا البلو سيال هذا الى حيدت البلو هنا غيبقى خضر الى رجعت هذا 255 وحيدت الخضر كيعطيني هذا الزرق هذا الى هذا الزرق جاني فاتح بغيت نغمقه ف كنصغر القيمه كلما صغرت القيمه هنا كلما كيغمق كتغمق لا كولور هانتوما لاحظوا الى درت غير 230 زادت غمقت واحد شويه الى درت 200 كيزيد يغمق الى زدت هبطت 100 كيزيد يغمق ما حدي كنهبط هو كيغمق الى زدت 50 غيولي يبان بحال بحال الكحل شو هذاك الزرق هذاك ولكن قريب للكحل لان الى درت زيرو هنا راني وليت كحل واضح الامور كنتمنى واضح جو بقاو تلعبوا هنايا باش تطيحوا في لاكولور اللي بغيتو بغيتي واحد الاحمر غامق غتجي دير هنايا 150 هو كيقرب للقهوي الى زدت صغرتو غنطيح في القهوي مثلا لا درت مثلا هنا 50 راه داك القهوي فرونسي ايوا هنا كيبان لك لي بوسيبيليتي شنو هي الفائده من هادشي الفائده انني نمثل ان كولور بهاد النسب هادو كتعطيك بليزيوغ بوسيبيليتي هذا الاحمر غادي من 0 حتى 255 شوف شحال كاينه من قيمه اما الا زدتي خلطتي مع الخضر فتا هو غادي من 0 حتى 255 فبامكانك تلعب هنا من 0 حتى 255 وهنا من 0 حتى 255 وتزرق من 0 حتى 255 فلاحظوا الامكانيات تاع بالملايين اذا يمكن لك تخرج هنا ملايين ديال لي كولور كيختلفوا بنسب بسيطه اذا كنتمنى الشرح يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله في سلسله جديده وفيديوهات جداد
ما تنساوش تابونا في لاشين الا كان المحتوى كيعجبكم، والبارطاج، والجيم، والسلام عليكم ورحمة الله.